طلاب الصف الرابع الابتدائي، تعالوا مع بعض نعمل امتحان على الوحدة العاشرة. تعالوا نشوف الامتحان. هو أول جزئية طبعا جزئية الليسننج، واتكلمنا عن الشورت فاول. هتسمعوني وهتحلهم من خلال السمع بس، وبعدين بتبصهم على الإجابات. أول حاجة هننطق، بنطق الاتنين وبتشوفوا أنهي اللي فيها شورت فاول. كاب، بيك، كات، فلوت، سبل، كريك، بوك، مون. الإجابات الصح هتبقى نمبر 1 كاب، 2 كات، 3 سبل، 4 بوك. نيجي بعد كده السؤال الليسننج التاني. whose purse is it؟ تبقى كلمة purse. رقم 2 thank you so much، تبقى كلمة thank. they were at the museum، تبقى كلمة museum. is this your purse؟ هتبقى كلمة purse. تعالوا نشوف السؤال بتاع true or false. عندي هنا it is a bakery، هتبقى true. I can see three books، هتبقى طبعا false. there is a girl، طبعا false and a woman. عند بقى كده we can buy bread at the bakery، هتبقى true لان احنا فعلا بنشتري العيش من الخباز. تعالوا نشوف السؤال بعد كده بتاع read and circle. هنعمل سيركل على كرين، هي المختلفة كلها أماكن ما عدا دي. عندي بعد كده كلها أرقام ما عدا بيرس. نكتب طبعا، عندنا بعد كده كلها أدوات استفهام ما عدا كلمة وايت، ده لون. عندي هنا هيبقى كلهم وسيلة مواصلات ما عدا كلمة درام، هي اللي هيبقى عليها الدايرة. تعالوا نشوف بعد كده السؤال الاختياري. هيبقى أول حاجة عندنا هنا زي، طبعا زي جامع فبتاخد وير. at the restaurant yesterday، هما كانوا أمس في المطعم، فهنا عندي yesterday يبقى هختار ماضي، يبقى وزي جمع فهتاخد where. طيب بعد كده عندنا she is drawing a nice picture، is بعدها فعل في ing عشان ده مضارع مستمر، وصورة يبقى بتاخد بترسم، كلمة الفعل يرسم. بعد كده عندنا I was، لأن was هنا بتيجي مع مين؟ مع فاعل، بيبقى I، هنا ضمير الفاعل I. we buy medicine at the، بنشتري الدواء منين؟ من الكيمستس، الصيدلية. تعالوا بقى نشوف الصورة ونكتب عليها ايه. what is this؟ this is a track. طيب where are they؟ هما فين؟ they are at hospital. is it a tree؟ طبعا هل هذه شجرة؟ فقلنا طبعا الإجابة تبقى yes it is، لأن أنا عندي السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد، يبقى الإجابة عليه لا إما بyes لا إما بنو. بعد كده how do you go to Alexandria؟ هنقول by train، بنكتب باسم وسيلة المواصلات اللي جاية لنا في الصورة. عايزين صورة اهي، وعايز نكتب عليها تلات جمل. هقول له علي and منى، افترضت إن هو اسمه علي وهي اسمها منى. are friends، هما أصدقاء. they are at museum، هما في المتحف. they are happy، هما سعداء. ادي ثلاث جمل ممكن نزود، او ممكن نزود بالزياده. احمد الاي كابيتال، سهى اسم بني ادم برضو فتبقى الاس كابيتال. وبعدين عندي الكسندريا اسم مدينه فالاي كابيتال اول حرف فيها، وفي الاخر فول ستوب. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وتعملوا مشاهده تشوفوا بقيه الفيديوهات بتاعتنا، واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش. في امان الله.